عليكم. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. معكم هشام من قناة هشام سكولن للفيزياء والكيمياء للسنة الثانية بكالوريا جميع الشعب. اليوم مع الدرس الثاني في الكيمياء، واللي هو التتبع الزمني لتحول كيميائي، وبالخصوص غندرسوا سرعة التفاعل. إذا أول حاجة، شنو التتبع الزمني؟ التتبع الزمني هو دراسة التطور الزمني لتفاعل كيميائي، وخاصة تحديد قيمة التقدم X عند كل لحظة T. بمعنى أننا غندرس يعني أي تفاعل كيميائي، غندير واحد المنحنى اللي هو كي يمثل X بدلالة الزمن، وغنشوف X شحال كيساوي عند كل لحظة. من قبل يعني اللي درستوه هو انكم كتدرسوا الحاله البدئيه والحاله النهائيه، يعني التقدم الاقصى، ولكن في الحاله البينيه غير كنكتبوها صافي. الوغ كو هنايا فغندرسوا هذيك الحاله البينيه. اذا من بين الطرق اللي كنقدروا نستعملوا في التتبع الزمني، كاين طرق فيزيائيه اللي هي عباره عن قياس المواصلات بي اش، الضغط، الحجم. اذا كنختار واحد فيهم على حسب على حسب يعني التتبع اللي يعني على حسب التفاعل ديالنا كيف داير. دونك اذا كانت يعني قياس المواصلة عندما يكون الوسط يحتوي على ايونات، واذا كان الوسط يحتوي على اش 3 او بلس فمن الافضل اننا نديرو البي اش. واذا كان عندنا واحد اذا كانت عندنا تغير ديال كميه ماده غازيه فكنقيسو الضغط، وبطبيعه الحال حتى الحجم حتى هو كنقدروا نقيسو الغاز. يعني اذا كان عندنا غاز كنقدروا نديروا الضغط والحجم. كاين هناك طرق كيميائيه اللي هي بالخصوص المعايره، معايره احد الانواع الكيميائيه، وهاد الطريقه هذه غالبا ما غنشوفوهاش في هاد الدرس ديال التتبع الزمني، فغنشوفوها في الدرس الرابع اللي هو التحولات ديال يعني التفاعلات بين حمض قاعده. الوضع بالسرعه الحجميه للتفاعل، دونك نعرفها عند اللحظه التالية تفاعل يحدث داخل حجم ثابت اللي هو في سوليسيون او لا في توتال. فالسرعه كتساوي هي 1 على في اس مضروبه في مشتقه التقدم بالنسبه للزمن. اذا هذا هو التعريف ديال السرعه الحجميه. الوحده ديالها فالوحده ديالها هي المول، وهنايا الزمن بالسكوند، والحجم في الوحده العالميه هو المتر كوب وليس الليتر. وبالتالي مني كاين 1 على في اس فغنلقاو هنا ام موان 3. لكن بطبيعة الحال هناك وحدات عملية اللي هي المول باغ ليتر باغ سكوند، او المول باغ ليتر باغ متر باغ مينوت، او المول باغ ليتر باغ اور. دونك على حسب همايا في التمرين اشنو طلبوا منكم، يعني واش بالوحدات العالمية دونك غديروا هذه المفروض انكم ديروا هذه، او لا يقول لكم حسبوها مثلا بالليتر بار سكوند بالمول ليتر بار سكوند. دونك تتشوفوا التمرين عاد ديك ساعات يمكن لكم تختاروا ما بين هاد الوحدات. اذا هنا دابا نشوفوا كيفاش كنحسبوا السرعه الحجميه، وهنايا خاص واحد شويه التركيز لان 70 حتى 80% ديال التلاميذ كيغلطوا فيها، مع انها راها سهله ولكن غير ما كيكونوش فاهمينها في الاول كيفاش خاصها تحسب. دونك هنايا عندنا هنايا هاد المنحنى هذا اللي بالزرق، هذا هو المنحنى ديال التفاعل. هاد المنحنى كيمثل التقدم اكس بدلالة الزمن، يعني عند كل نقطة هنايا غنشوفو مثلا بحال دابا هنا في هاد النقطة هادي 10 دقائق، فكان عندنا تقريبا ما بين 1 حتى 1.5 ديال بويسونس موان 3 مول ديال اكس اللي متكون. صافي، دونك هذا هو المنحنى ديال التفاعل اللي هو على شكل نصف باغابوليك. هنايا كاين هاد جوج المماسين، كاين هاد تي ان وكاين هاد تي دو. دونك تي ان هو مماس المنحنى عند اللحظة تي زيرو، و تي دو هو مماس المنحنى عند اللحظة تي كتساوي 20 دقيقة. وهاد المماسين كيعطيوهم لكم همايا وضروريين باش نحسبو السرعة الحجمية. دونك مثلا غنمشيو لتي كتساوي الصفر، دونك المماس عند تي كتساوي الصفر هو هذا. هنا كيقولك مثلا احسب السرعة الحجمية عند اللحظة تي كتساوي الصفر.
اشنو كنديروا حنايا بالنسبه للتعريف؟ في غيعطيه لكم، كتبقى هذه، هذه مشتقه. المشتقه امتى كنديروها؟ ملي كيكون عندنا واحد يعني الاعداد اللي هي صغيره بزاف. باغ كونطخ ملي كنديروا هنايا يعني بهذا سميتو، يعني عندنا واحد الاعداد اللي كبيره، دونك كنقدروا نديروا هاد الديريفي ديال اكس بالنسبه للزمن، كنحولوها لدلتا اكس مقسمه على دلتا تي، وبالتالي فهذا شنو غيولي؟ هو مماس، هو المعامل الموجه ديال هذا المماس للمنحنى في هذه اللحظه هذه. وبالتالي غيبقى لينا شنو؟ غيبقى لينا غير ناخذ واحد جوج النقاط من هذا المماس وليس من المنحنى، حيت التلاميذ كياخذوا من المنحنى وهذا خطا، دونك خاصنا ناخذوها من المنحنى. دونك طريقه الحساب، دونك السرعه عند اللحظه تي كتساوي صفر، كندوزها بحال هكذا، كتساوي واحد على في اس كنخليوها، وهذا قلنا هو ميل مماس المنحنى عند اللحظه تي كتساوي صفر، وكنمشيو ناخذوا جوج النقاط. بطبيعه الحال اسهل نقطه هي تي كتساوي صفر، يعني اللحظه تي كتساوي صفر، دونك غناخذوا النقطه صفر بعد هي الاولى، ها هي صفر صفر، وغنمشيو ناخذوا نقطه اخرى مثلا هاد السي هادي، دونك هاد السي كتنتمي لهاد المماس، صافي كتنتمي لهاد المماس، دونك غنمشيو النقطه، واخا تكون هاد النقطه هادي، واخا تكون هاد النقطه مثلا المماس الا كان بحال هكذا، ومشينا هنا واخا ناخذ 50 النقطه 50 يعني اللحظه 50، غتقولوا انها بعيده على الصفر، لكن هي يعني كتنتمي للمماس ديال كتنتمي للمماس ديال المنحنى، حنا خاصنا ناخذ نقطه من المماس ماشي انها تكون قريبه ولا بعيده. دونك الا كان هذا المماس هذا بحال هكذا ديال هكذا، نقدر ناخذ النقطه 50 مثلا، دونك هنايا غناخذ هذه النقطه هذه، هاد النقطة هادي إلا جينا هنايا غنلقاوها تقريبا هنايا تعطينا 5 دقائق، وإلا جينا هنايا غتعطينا 2 × 10^-3. تحديد أو لا اختيار النقط اللي غنستعملو بالنسبة لحساب السرعة عند لحظة ما، هذه هي أصعب فقرة أو أصعب مرحلة في حساب السرعة. دونك هنايا ضروري خاصكم تاخدو، يعني غيكونو النقاط بزاف، نتوما خاصكم ضروري تاخدو النقطتين اللي كيكونوا واضحين مزيان، يعني ماشي انا مثلا بحال دابا هذه واضحه مثلا عندي 2 × 10^-3، وانا غنمشي لهاد النقطه هذه اللي كاينه هنا، دونك خاصني نبقى نحسب انايا شحال هنايا السلم ونقسم، وفي الاخر نقدر نجيبها غلط، وهما غالبا ما كيعطوكم واحد جوج نقاط اللي كيكونوا مزيانين وواضحين. دونك هنا مثلا عندي الزيرو غناخذها، ما يمكنش نخليها لان عندي لحظه الصفر، عندي ابسط نقطه هي صفر صفر صفر، كتبقى لي هاد النقطه السي هذه عند هنايا في النص في الخمسة، وهنا واضحة حتى هي 2 × 10^-3، دونك كناخذ هذه، وبالتالي غتكون عندي القضية أسهل. دونك دلتا إكس على دلتا تي كتساوي هي إكس سي ناقص زيرو ومقسمة على تي سي ناقص زيرو، دونك هي إكس سي تي سي، وكيف ما قلنا إكس يعني إكس سي هي 2 × 10^-3 مقسمة على 5 دقائق، نعقلوا على أنها 5 دقائق. الفوليوم بالمليليتر غنحولوه لليتر، دونك غنضربو في 10^-3، متفقين؟ هنا غنخليو هذه بالدقائق، وهذه بطبيعة الحال بالمول، وهذه غتكون بالليتر، دونك غتولي عندنا هي 0.04 مول لتر موان زان مينوت موان زان، وبطبيعة الحال ديك الساعة غتشوفو واش قالو لكم بالسكوند أو لا بالمتر موان تخوا والسكوند موان زان أو لا بهذه، يعني على حسب نتوما ديك الساعة غديرو التحويلات المفترضة. ألوغ دابا غنمشيو لزمن نصف التفاعل. زمن نصف التفاعل هي اللحظة التي يكون عند تمامها تقدم التفاعل إكس مساويا لنصف التقدم النهائي، دونك إكس عند اللحظة تي أن دومي كيساوي هو إكس ماكس مقسم على 2. أشنو كيعني هادشي؟ كيعني أننا ملي كنكونو ندرسو واحد التفاعل، يعني التقدم إكس ديال واحد التفاعل بدلالة الزمن، فكيبقى هذاك التقدم كتطلع القيمة ديالو حتى لواحد اللحظة معينة اللي كتولي إكس ماكس، يعني ما كيبقاش يتزاد، ما كيبقاش يتطور هذاك التقدم. دونك هنايا ملي كنعرفو إكس ماكس، إلا قسمناه على 2 غنلقاو إكس ماكس مقسم على 2، صافي. دونك حنايا في التعريف هو أن هاد إكس ماكس على 2 هي اللي تقابل تي أن دومي، بمعنى ان خاصنا نحسبوا الا ما عطاوناش، يعني الا عطاونا هذا الميبيان هذا، خاصنا نمشيو لهنايا الماكسيموم،
هو نقسموه على جوج، غيعطينا هاد النقطة هذه اكس ماكس على اثنان، وغنمشيو ولكن هنايا غنمشيو للميبيان وماشي للمماس، صافي ماشي للمماس المنحنى، غنمشيو للميبيان يعني المنحنى ديال التفاعل وليس المماس. دونك غنمشيو للنقطة هنايا وغناخدو تي ان دومي نحسبوها شحال. داك دونك العوامل الحركية والسرعة الحجمية للتفاعل. دونك تتزايد السرعة الحجمية للتفاعل بتزايد درجة حرارة الوسط التفاعلي. دونك الا زدنا درجة الحرارة، دونك غنشوفو هاد المثال هذا. الوغ هنا عندنا نفس، غناخدو نفس التراكيز وبالتالي نفس تراكيز المتفاعلات، وبالتالي غيولي عندنا نفس اكس فينال تقريبا. هنايا غيولي عندنا نفس اكس فينال او لا اكس ماكس، راه بحال بحال اكس ماكس اكس فينال بحال بحال صافي. ولكن غنغيرو في درجة الحرارة هاد التفاعل هذا اللي بالاخضر، غنديروه في درجة حرارة اقل من هاد التفاعل هذا اللي بالازرق. دونك هنايا الا لاحظتو غتلاحظوا ان كيف ما قلنا اكس فينال او لا اكس ماكس 2 كتساوي اكس ماكس 1، بمعنى تقريبا يعني انهم لان التراكيز كتكون متساويه يعني بحال بحال، خليناه في نفس التراكيز. لكن في درجه الحراره لاحظوا معايا هنا، شوف كيف داير هذا، هنا وصلنا للاكس ماكس اقل في اقل وقت ممكن، ماشي بحال هذا. ثاني حاجه تي ان دومي، دونك هنايا اذا شفتوا هنا في هذه اللحظه هذه ولات اكس ماكس، وبالتالي تي ان دومي هذه تي ان دومي غتكون هنا تقريبا. لكن هنا في هذا المنحنى الثاني ف اكس ماكس هنا، وبالتالي تي ان دومي غتكون هنا، يعني غتكون اكبر من هنا. دونك اذا كانت عندنا درجه الحراره كبيره فكيكون تي ان دومي اصغر. اذا دابا نشوفوا العامل الحركي الثاني اللي هو التركيز البدئي للمتفاعلات. دونك تتزايد سرعه التفاعل بتزايد التركيز البدئي لاحد المتفاعلات. اذا عندنا هنايا تفاعلين واحد واثنان. بالنسبه للتفاعل الثاني فكنديروا فيه تركيز ديال واحد المتفاعل اكبر من تركيزه في التفاعل الاول. ملي كنرسموا المنحنى كنلاحظوا الشكل التالي. في التفاعل الثاني كنلاحظوا ان يعني التقدم اكس ف كيكون اكبر منه في التفاعل الاول. وبطبيعه الحال هنايا اذا كانوا التركيزين مختلفين يعني التركيزين مختلفين فالتقدم الاقصى بطبيعه الحال كيكون مختلف. بطبيعه الحال اكس فينال تكون يعني هنايا التقدم كيكون بصفه اسرع صافي. دونك هاد جوج حالات اشياء اللي هي التركيز مع درجه الحراره، فكنلاحظوا ان زمن نصف التفاعل يكون اصغر صافي، كيصغر زمن نصف التفاعل الى زدنا في تركيز المتفاعلات او زدنا في درجه الحراره. كتبقى واحد الملحوظه اللي هي تتناقص السرعه الحجميه مع الزمن، وذلك راجع الى تناقص تركيز المتفاعلات. الجملة كتبان صعيبة شوية، غنحاول نبسطوها. دونك إلا لاحظتو معايا هنايا في هاد المنحنى نشوفو هاد المماس. دابا مماس المنحنى كناخدو منه نقطتين ياك، غناخدو منه نقطتين. هنا المماس غادي وكي يولي أفقي، دونك في هاد البلاصة هنايا غيولي شحال، غيولي أفقي المماس. هاد المماس المنحنى غيولي أفقي. إلا ولا أفقي شحال غيولي الميل ديالو؟ غيولي يساوي الصفر، لان غيولي عنده نفس الارتو صافي. دونك غيولي يساوي الصفر، وبالتالي حنا السرعه مرتبطه بهاد الميل. دونك السرعه غتولي الصفر، يعني السرعه غتبقى غادي وتتناقص تتناقص حتى تساوي الصفر في الاخير. وهذا الشيء هذا راجع الى اش؟ الى تناقص تراكز المتفاعلات. وهذا السؤال هذا كيتعطى مره مره. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا، وكنتمنى ان الشرح يكون مبسط ونال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا ابوني في لاشين باش يوصلكم الجديد، والى فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا.